بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وحلقة جديدة من برنامج الدين المعاملة. حلقة هذا اليوم بعنوان الضوابط والمحددات الشرعية لمهنة التصوير، حكم التصوير من حيث الحل والحرمة يتوقف على نوعية ما يصور وخلو ذلك من المحرمات. تتضمن هذه الحلقة عدة محاور بالإضافة إلى المسائل الدينية والاستفتاءات الشرعية. أستاذنا الفاضل، تدرون من المحرمات لمس النساء أثناء التصوير، صح. منها تعديل الجلسة أو أثناء ربط النك. كيف يمكن للمصور التلافي الوقوع في المحظور؟ المحظور شنو هو؟ ممنوع أو محرم لمس النساء، تريد تسوي وياها لقاء أو تصورها في لقاء، فبالتالي تلبيس النك أو لبس النك أو تعديل الجلسة، شلون يمكن تلافي هذا المحظور؟ سيدنا، أولا النيك مايك أو الصوت، هذا اختصاص أبو الصوت. زين، المفروض هو مخرج هسه أو مصور، ما موجود أبو الصوت. أغلب الأحيان إحنا من نطلع نطيه نقول هاج البسي النيك مايك، إذا ما تعرف، إذا ما تعرف ما يلبسنه بطريقة صحيحة. زين، بالتالي أنت مجبر. أكو طريقة مرات مثلا هي لابسة سترة، فتجرل السترة هي شيء وتقول له لبسني النيك. لطيف، هاي تلافينا اللمس. اللمس أي. او مثلا الحجاب، لا الحجاب ما حد يقدر يدخل اذا هذا الزائد، اللفه الزائده، لا يقولها مثلا، يقولها مثلا هذا عندي زايد من النار رجعي، او طالع عندك فشي غطي، فيعطيها المعلومه، لان بعدين ما راح تطلع وانت ما قايلها بالموضوع، راح تشكل عليك هي اكيد. عفوا سيدنا، عندي سؤال بكلمه مصور. زين، بالامور الدينيه زين، هو فقط بس الله سبحانه وتعالى المصور. زين زين، فمن نطلع احنا مثلا بمكان اللي نصور، عندنا ورقه مال اوردرات نطلع بها امر مال تصوير، مكتوب المصور، هذا الشيء عليه اشكال شرعي؟ اول قضيه، احنا لو نلتزم بالدلاله، كلمه المصور هو من اسماء الله الحسنى، الله هو المصور، الله سبحانه. طبعا بالاسلوب المجازي انت قاعد تلتقط الصوره، فبهذا العنوان وبهذا اللحاظ ما عندنا مشكلة. إحنا يسموك المصور زمن، المصور فلان، المصور مو، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة. أنت مو بمعنى أنت الخالق. راح أقول لك رواية أريد أشوف رأيك بيها. تقول الرواية كل مصور في النار، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، سامع بهاي الرواية؟ سامع. زين، هاي الرواية ترويها الخاصة والعامة، يعني منو؟ مذهب أهل البيت وأخواننا من المذاهب الإسلامية الأخرى. طيب. يروون أنه جاء رجل استفتى الإمام، ها، وهو يصور الصور، قال له أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله، مو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، هو أول شيء طلب منه أنه قال له ادنوا مني فدنا منه، ثم قال ادنو فدنا حتى وضع يده على رأسه، فقال له انبئك بما سمعت من رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كل مصور بالنار، في النار، مو؟ اي نعم، مضمون الرواية يجعل له في كل صورة صورها نفسا فتعذبه في النار. زيادة، شنو رأيك بهاي الرواية؟ بالفعل سيدنا، بس اللي سامع أنا بهاي، بخصوص هاي الكلمة، زين، كل مصور بالنار، المصور مو مثلا المصور الصحفي، المصور اللي أعرفه اللي سامع بي أنا، زين، الشخص اللي يقعد يرسم ويغير بأشكال الناس، زين، ما أعرف هاي الرواية، يعني أنت هسه أنت تقول هاي الرواية كل مصور في النار على هذا اللي يغير أشكال الناس أو الكاريكاتير وأمثال. نعم، أي نعم. زين، أكو رواية أخرى تقول أنه مضمون الرواية هم عن النبي صلى الله عليه وآله، تقول تجعل له نفس، كل صورة يصورها يؤمر أن يجعل له نفس يقذف فيها نفس
هاي الرواية، هاي الرواية همينة أنه تؤمر أن يجعل للمصور نفس في الصورة اللي يصورها، هو هم مو قادر بأن ينفخ فيها. صحيح. زين، فهمنا ذني الروايات اللي تقول أنه كل مصور في النار في التجسيم. بالفعل. يعني الصورة ما محتاجة غير شنو؟ غير نفس اللي هي الروح. بالتالي الفقهاء يفهمون هاي كل مصور في النار وأمثاله يفهموها بالتجسيم، يعني شنو؟ تماثيل كاملة لذي الروح، يعني إنسان وحيوان عنده روح كاملة، ها؟ يصنعه يجسمه بالثري دي، يعني بالأبعاد الثلاثة، إكس واي زد، يعني أبعاد ثري دايمنشن. هذا من جسمه بقى نقص الروح، هذا يفسرون كل مصور في النار. بالتالي مهنة التصوير جائزة لو مو جائزة؟ مو التجسيم، مو التجسيم، مو النحت، اي نعم، مو التماثيل، جائزة لو مو جائزة؟ جائزة. جائزة. مهنة التصوير جائزة بل مستحبة في موارد. شو وقت تكون مستحبة مهنة التصوير؟ يعني تكون مثلا بالصلاة، صلاة الجمعة إذا نقلت مباشرة. ممتاز. زين. تصور مراسيم دينية، مراسيم دينية، شعائر دينية. بالفعل. محاضرات دينية. مهنة التصوير مو جائزة بل مستحبة. صحيح. زين، مهنة التصوير أكو موارد بيها تكون حرام، برأيك شو وقت؟ يعني مثل ما ذكرت لك سيدنا، مثلا عدم الموافقة من شخص. زين، هاي حرام. زين. بعد هاي حرام. أكو أماكن يعني ممنوع أدخل لها وأصور بيها، هم حرام. زين. بعد وبعد شنو؟ مهنة التصوير جائزة في حد ذاته، وفي موارد تكون محرمة حينما يكون ترويج المن للفساد. للفساد. أيوه. بالفعل. هو اللي قلت لك اللي ممنوعة ندخل لها مثلا احنا كقنوات، ممنوع نطلع هاي الشغلات. لا لا، اذا اكو ترويج للفساد، موارد فيها طرب، فيها ضلالة، هذا المصور حرام عليه يصور. واضح؟ واضح. يعني احنا حكم التصوير، احنا مو عندنا احكام فقهية خمسة. اي نعم. حكم التصوير بحد ذاته جائز، واحد يصور، ينصب كاميرا يصور، جائز. جائز. مستحب قلنا يوم اللي يصير اكو شنو؟ اكو امور دينية، مراسيم دينية. مراسيم دينية. حرام يوم اللي يكون ترويج للفساد والضلالة، حرام علي اني كمصور اروج للفساد والضلالة. اعانة على الاثم والعدوان حلال لو حرام؟ حتما حرام. مو صحيح. بالفعل. فما يجوز. سيدنا، هنالك بعض الدول او بعض المراجع في بعض الدول يؤكدون على انه لا خلاف في قضية أنه إقامة مثل هكذا أعمال نحتية أو نصب نحتية في بعض البلدان أو أعمال فنية. وأنا طبعا بعض الحوارات اللي صارت ببعض المشايخ في النجف الأشرف أو بعض العلماء أنه أيضا حتى الرسم إذا كان ببروز بلي تجسيم، تجسيم بعد ثالث لذي الروح كاملا، إيه بلي يصير به مشكلة. القضية الجغرافية ما لها علاقة بالقضية، القضية هو المبنى الشرعي وفهم الفقيه للمسألة. بالتالي أفتى فقهاء بالحرمة مطلقا وأفتى الآخر بالتقييد في حرمة ذلك. مثلا ساعات العمل، أنه أنت بدوام مطلوب من عندك ساعات عمل اللي هي مثلا خلينا نقول من 9 الصبح للخمسة العصر، خلال هاي الساعات اللي هي تقريبا 7 إلى 8 ساعات، انه اكو فد ساعات هي استراحه ما بها اي عمل، فتعتبر هي ساعات استراحه. هنا انه انت لازم تظل انه ملتزم موضوع انه انت متحضر، او تظل انه مثلا انت تروح براحتك مثلا تصلي تنام، يعني مو تقول تنام انه ما ترتاح، يعني هاي القضيه. طبعا هاي القضيه هي اداريه، تتبع الجهه الاداريه والجانب الاداري. اكو بعض الوظائف الاداريه ما تسمح لك، ما تسمح كعملك الإداري، ما يسمح، لأنه أنت تكون مستعد ومتهيئ للعمل في لحظة لحظة. تمام. فبالتالي ما يجوز لك، هذا يصير خلاف العقد الوظيفي اللي لابد أنت ملزم به. الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الالتزام بين الطرف الأول اللي هو أنت والطرف الثاني اللي جهة عقدت وياه، سواء كان عقد حكومي أو عقد أهلي. فبالتالي يكون تسأل الجهة الإدارية المخول او لحاظ العمل مالتك يسمح انه تاخذ تنطي لنفسك انه استراحه اذا ما عندك شيء
في حين من يجيك العمل تقوم به، فإذا كان هو طبعا أكيد هيك. نعم. الجهة الإدارية إذا تسمح بها ونعمت، الجهة الإدارية المخولة المسؤولة إذا ما تسمح ما يجوز. سيدنا أيضا هنالك مسألة كمخرجين، إحنا دائما نستخدم موسيقى ونستخدم، يعني ما نستخدم الغناء، نعرف أن الغناء مطلقا حرام. ممتاز صحيح. لكن أنه نستخدم موسيقى، بعض المراجع وبعض الفقهاء يقول أنه الموسيقى فيها نوع من الإشكال، لكن أنه إحنا نعرف أنه أحيانا في علم النفس أو ترويح. في الدرس ترويح للنفس أحيانا الدكتور يصف لها للشخص، هل هنالك حرمة حقيقية ثابتة أم هنالك تباين بين؟ راح نجاوب على مبنى سماحة السيد السيستاني الله يحفظه، أكو ضابطة واضحها السيد. أنت ذكرت أن الغناء مطلقا حرام، صحيح صحيح، مطلقا حرام في كل الأحوال حرام. الموسيقى مو حرام مطلقا، الموسيقى أكو ضابطة يذكرها سماحة السيد السيستاني الله يحفظه، اسمها مناسبة لمجالس اللهو والطرب. يعني أي موسيقى تناسب مجالس يستخدموها في مجالس اللهو والطرب إذا كانت مستخدمة، يعني اللي يعرف لحن غنائي يميز بين الموسيقى المستخدمة في المجالس اللهو والطرب ذيك محرمة، أما الأخرى لا. سأكو أفلام وثائقية إسلامية مو بيها موسيقى، ما بيها محظور. أفلام دينية بها موسيقى، هاي ما محظورة، هاي يعبرون عنها غير مناسبة لمجالس اللهو والطرب. كمثلا يضربون مثل الموسيقى الكلاسيكية مثلا، مو الموسيقى الجنائزية، الموسيقى العسكرية. هذين يخو ثلاث أنواع من الموسيقات مو مستخدمة، ما يستخدموها جماعة اللهو والطرب، بالتالي يجوز استخدامها لو ما يجوز. طبعا يجوز. يجوز. وأنا حسب معرفتي بعض الشخصيات بعض الفقهاء وكذا أنه حتى قراءة القرآن تتم على أنغام موسيقية ومقامات، مقامات بمعنى مقامات. الصول والبيات والحجاز والنهاوند وغيرها من المقامات. هو لا ضرورة في أنه استماع موسيقى أو قراءة القرآن على نمط الأصول السلم الموسيقي. إذا صار على اللحن الموسيقي حتى القرآن حرام. نعم، لأن مقامات يقرأ بها القرآن نعم، لكن إذا كان لحن القرآن لحن غنائهم صار مو حلال. إذا كان الإعلان فيه ترويج للفساد أو إثارة الفتنة، فبالتالي من هذه الجهة الإعلانات تكون شنو؟ محرمة. إذا الترويج لأمر محرم أو فيه ابتذال. ومن الحالة العملية هذا الموديل المتبرجة، أولا يمحق البركة في الرزق، وثانيا زيادة المشاهدات نعم ترتفع لكن المبيعات ما ترتفع، بلحاظ شنو؟ بلحاظ أنه هذا اللي يشاهد مو يريد يتبضع، يريد المن يشاهد المتبرجة، الموديل المتبرجة. كيف نتعامل مع الإعلانات المحرمة؟ اليوم نلحظ المادة قبل الإعلان ولا يكون الدافع إن الرقم المادي. سيدنا الإعلان بحد ذاته، أهل الإعلانات مرات يفرض عليك يقول لك أريد هاي الشخصية تجيب ليها زين زين، هاي مثلا تقول أنت هاي الشخصية مثلا عندها كذا موضوع كذا موضوع، يعني موضوعها ما يرحم يطلع، يقول لك لا أنا أحبها وأنا أريدها، وبالمناسبة ينطي أجور أضعاف الأضعاف بحيث هاي تطلع بالإعلان مالته زين. أي فإحنا يعني هو مثل ما تقول هو باب رزقه، بس هو رزقه صار في إحنا نقول إحنا مشكلة إشكال إشكال صار فيه، فأكو مرات تمشي يعني صورها اليوم عندنا نخبة إن شاء الله من المؤمنين من المخرجين اللي يتورع يقول أرجو المعذرة أرجو المعذرة ويستذكر يستحضر الآية الكريمة أو يعطيها حلول زين حلول يعني تقليل التبرج مثلا، يعني هو إذا كان 90% مثلا نقلل 40% زين، يعني أنت برأيك حتحلل القضية لو توهن يعني من الحرمة ممكن يصير عندك اطمئنان نفسي بأن أنت هسه شوي يعني غيرت من الموضوع زين، لكن الموضوع يبقى حرام يبقى حرام. لكن بنفس الوقت عندنا نخبة من المخرجين المتدينين اللي يستذكر الآية الكريمة من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتما إذا امتنع من هذا الإعلان إذا كان محرم والمادة الإعلانية محرمة الله يرزقه من حيث لا يحتسب من مكان في خوفية. هو من الإعلانات تجيك يقول لك أريد بها أغاني مثلا زين، هاي مرفوضة قطعا.
مسألة حكم التصوير للعرسان. أول قضية إذا كان المصور رجل والمرأة مع كشف الرأس، لا يجوز للعروس كشف شعرها أو بدون حجاب إذا كان المصور رجل، مما يؤسف له انتشار هذه الحالات في هذه المرحلة، ومما يؤسف له شديدا إمكانية توفر البديل بسهولة. شنو البديل؟ أما استخدام مصورة، امرأة مصورة، واليوم موجود كثير من محلات التصوير فيها نساء مصورات، فبالتالي إمكانية البديل سهلة، أو إيجاد شخص من محارم المرأة ممكن له أن يقدم أو يقوم بالتصوير، فبالتالي إمكانية البديل متوفرة لتصوير أو توثيق لحظة الزواج أو يوم الزفاف. من الأمور المحرمة أيضا اللقطات المثيرة بين الزوجين، هاي اللقطات المثيرة لا يجوز النظر إلى اللقطات المثيرة مطلقا، حتى لو كان المصور بدون شهوة، يقول يعني في حالة مهنية، حضور الجالس، الحضور من الجالسين للأعمال المثيرة منافي لمراتب النهي عن المنكر، فبالتالي لا يجوز الحضور، ولا يجوز للعروسين القيام بالأعمال المثيرة بمحضر الآخرين. والمصور كذلك لا يجوز له النظر إلى الأعمال المثيرة بينهما مطلقا. الأخلاق تدرون هي ركيزة أساسية في مختلف المجالات، مختلف المجالات، حتما من مهنة لأخرى أكو اختلاف. أكيد. ما هي الأخلاق اللازم توفرها في المصور؟ احنا مو قلنا أن يكون من مصداق الدين المعاملة أن يكون ذا أخلاق طيبة؟ أكيد. زين سيدنا، أهم أمورها صحة، مثلا نروح عند احنا شغلنا ميداني أكثر، زين يعني تروح مثلا مع عائلة تصور، يعني المصور يكون صوته شوية نصي لطيف، يعني لطيف، يحترم المكان الموجود، جميل، الألفاظ هاي النابية شوية، أحسنت، هو عنده ما عنده مشكلة، بس قدام الناس لا ما ترهم أي شيء، أو تروح كم شخص مسؤول مثلا، أكو أمور ما ترهم تحكيها مثلا، هي مصي، والدرجة الأولى يعني تعلي صوتك بشغلك، والاستخفاف بالمقابل، يعني أكو مرات مصورين يستخف بالشخص المقابلة، يعني حتى كائن المكان، وبالعكس أكو من يشوف مسؤول لا راح يعطي اهتمام أكثر، راح يرتب صورته حلوة، راح مفروض هو الإخلاص في كل الأحوال، بل سواسية، بل هذا موضوع زين. ساعة الصدر أكيد. سيدنا عندي سؤال حضرتك إذا ممكن. نعم خدمة. أريد أشوفه يعني بالفقه شلون يكون. زين. إذا أنا مثلا قاعد أصور، زين أصور بمكان عام، نعم، وإجاني شخص قال لي ما أقدر أطلع لأن أنت شفتك صورتني، زين، وأنا داوم بجهة أمنية، زين وبعدين وصلت للقناة مثلا نسيت، ما بلغت المونتير اللي قاعد يمنتج المادة، نسيت، قلت له مثلا شيل هذا المشهد أو الانسيرت اللي صورته، زين نسيت وطلع هذا الشخص بالجو، هذا شنو حكمها عليه بالشرع؟ زين، أول قضية، أنت برأيك أنه من حقك تصور كل شيء؟ إي نعم، يعني أنا بشارع لا عام، لا يعني بشارع عام. إي نعم. زين، إحنا بشارع عام، أنت كمصور برأيك أنه من حقك كل شيء تصور؟ لا بالطبع لا. زين، أول قضية، أنت يجوز لك أن تصور كل شيء إلا إذا أحرزت عدم رضا صاحب المكان ورضا الشخص، يعني إذا أنت مطمئن هذا مو راضي يجوز لك الصورة، لو ما يجوز؟ لا ما يجوز. ما يجوز. صاحب المكان مو راضي يجوز الصور بهالمكان، لو ما يجوز؟ لا ما يجوز. زين، أول قضية، أنت مأثوم من حيث الفعل، ليش مأثوم؟ لأنه ما يجوز إلي أن أصور شخص إلا أن أحرز رضاه. زين، أنا حاط كاميرا بالشارع، شلون أحرز رضا الناس؟
شلون احرز الرضا؟ شلون؟ انت ايش تتوقع؟ اللي يشوف كاميرا بالشارع وهو راضي بالتصوير حيمر، اللي مو راضي معناه شو يسوي؟ يتجنب الكاميرا. يتجنب الكاميرا، فمعناه من حطيت كاميرا بالشارع معناه الكل راضين لو مو الكل راضين؟ الكل راضين. المو راضي اما يترك المكان او ياخذ مكان اخر حتى ما يبين. فانت اول قضيه اقدمت على اثم وهو شنو؟ تصوير وما احرزت رضا انه هو مو راضي الرجل. بالنتيجه عليك ضمان ما اذيت ضررت ذاك الشخص. بمعنى يعني شنو؟ شنو اللي تضرر به؟ واجب عليك شنو؟ انت تحاول تعالجه. ليش؟ لان صورت وانت تدري انه شنو؟ هو الرجل هذا مو راضي. واضح؟ واضح شيخ. شنو برأيك أستاذنا الفاضل حكم التصوير في العتبات المقدسة أو قبل العتبات المقدسة؟ حكم التصوير في الزيارة، واحد راح قاعد يزور طق صورة قال لم ننساكم في الدعاء والزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مهنة التصوير هي مهنة شاملة يعني. اسعى قبل المهنة اتفضل. إيه نعم. إيه نعم. هي عفوا هو نعم. جواب زيان. هي مهنة شاملة يعني، هو أنت تصور بالأحياء، تصور بالطائرة، تصور في كل مكان. في الزيارة طبعا هم أكو خصوصية معينة في موضوع الزيارة زيان. فمن باب أنه كل شيء له محددات، كذلك مهنة التصوير بها محددات زيان. مرة أنا أشتغل تصوير والمكان اللي أصور به قد يكون الأشخاص غير موافقين. ممتاز. هذا هنا يعتبر يعني، ولذلك حتى الأخوان المخرجين وغيرهم يأخذون يعني الرأي، يأخذون الموافقة قبل التصوير زيان. وإلا يعني يصير إشكال حقيقة، سواء كان إشكال شرعي أو حتى قانوني. يعني ممكن هذا الشخص صورته في أوضاع لا ما يريد يطلع بيها بهاي الصورة زيان. هذا ممكن يشتكي عليك طبعا زين. ومن حقه. من حق زين. نعم. يجوز الإنسان أن يصور في الزيارة، يصور بحد ذاته يصير، لكن أكو أمور لابد أن يراعيها. أول قضية يكون يراعيها هو قصد القربة. أحسن. قصد القربة لئلا يدخل عنوان الرياء لا قدر الله. القضية الثانية اللي يكون يراعيها شنو؟ يكون يراعيها ثاني قضية، يجب رعاية التعليمات الصادرة من إدارة العتبات المقدسة، تسمح بها ونعمة، ما تسمح امتنع من التصوير. القضية الثالثة المهمة شنو هي؟ هي قضية أنه مثل ما راعينا رعاية القوانين أنه نهتم بقضية عدم الرياء، هذا قضية مهمة جدا. البعض من ينشر صورة، يقولون هذا رياء إلكتروني، يعلقون هذا مو نشر صورة راح زار وقال لم ننساكم في الدعاء والزيارة، يعلقون البعض يقول له هذا رياء إلكتروني. شنو رأيكم بهذا التعليق؟ أنا لست مع هذا الرأي بصراحة. يعني لا بأس أنه الإنسان يعطي صورة أنه هو الآن وين بأي مكان زيان. وكثير من المسائل لا تدخل في موضوع الرياء زين. يعني تدخل في موضوع التشجيع. ممتاز ممتاز. نعم. تشجيع على الطاعة قاعد أشجعها زين. أول قضية الرياء هو أمر قلبي من قلب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. شو مدريني أنا شنو قصد ونية ذاك؟ كل عمل شرعا متعلق بمن؟ نعم. بنية الفاعل وقصد الفاعل ونيته. أنا ما أقدر أنه أضمن أن بطلان عمل هذا الرجل بمجرد صورة، مش مديني يعني شنو اللي بداخلي. عموما لو حدث الرياء لا قدر الله، رياء إلكتروني وبالزيارة صارت عنده فت حالة رياء لا قدر الله، نعم، شنو رأيك شلون ينحل الرياء؟ يعني موضوع الرياء هو أولا يتعلق في الشخص صاحب الصورة زين، والأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى زين. أما يعني موضوع أنا كمصور، نعم، يعني إذا أنا صورت بدون ما يعرف هو، بس هو استغلها للرياء، هذا هم موضوع آخر يعني يختلف زين. أما إذا صار اتفاق كأنه بين المصور وبين الشخص المصور هذا شيء يعني حقيقي بعد تتبع نيته. أحسنت زين. هم يذكرون الفقهاء كفارة الرياء هي الاستغفار.
يستغفر الله. نعم. والتخلص من الرياء بأن تقصد العمل قربة إلى الله تعالى. نعم. ممكن في بداية العمل كانت الصورة القصد من عدا رياء، حتى يقولون عليه شنو، يقولون خوش آدمي، يقولون قاعد يزور، نعم، متدين. ممكن. فلو تكلف قصد القربة بعدها شو تصير عنده؟ يتحول الأمر، يتحول الأمر ويستغفر الله سبحانه وتعالى وتكون زيارة مقبولة إن شاء الله. مقبولة إن شاء الله. زين. البعض يمتعض أنه التصوير نوبات، بعض إدارة العتبات تمنع التصوير داخل العتبات المقدسة، صح لو مو صحيح؟ البعض يحترض على هاي القضية، يقول ليش حلال عليهم حرام علينا؟ شنو رأيك بهذا الجواب؟ هذا السؤال. أولاً هو سؤال دقيق جداً. نعم. يعني يمنع زائر الحسين من الصورة مثلاً وهو يحللها إلى نفسه، فبالتالي مو راضي يوم أن ينقل له تكليفك الشرعي شنو تكليفه، أن يجب رعاية التعليمات الصادرة من إدارة العتبات المقدسة. قالت ممنوع التصوير، شنو نقول؟ نقول ممنوع التصوير، ممنوع التصوير، حرام التصوير. زين، هم ليش يصورون؟ هنا سؤال دقيق جداً. زين. أولاً في مجال الفضائيات، نعم، وعموم وسائل الإعلام، هي ليست بالتزام كامل كالتزام العتبة. هذا واحد. زين. هسه يعني إذا مو فضائية، زائر عادي. زائر عادي. زائر. كذلك الزائر العادي كثير يعني يعني أنشأوا فيديوهات معينة. زين. وكانت لها يعني صدى واسع. صدى واسع بالتواصل الاجتماعي، ولكنها كانت غير محببة إطلاقاً. زين. وكانت فيها إشكالات معينة. مذمومة. ومن هذا الباب يمكن تفهم منع العتبة لهذا الأمر. يعني أنا أتكفل بإخراج لطيف الصورة لطيف أتكفل بإخراج الصورة التي ليس فيها موانع شرعية أو قانونية، ولكني لا أستطيع أن أضمن أن كل الزوار يتسمون بذلك. ممتاز. فبالتالي أنا ما أعرف ثقافة هذا الزائر حتى أسمح له لو ما أسمح له. نعم. فبالتالي قد تكون هتك لحرمة المعصوم. أحسن. بعض التصوير قد يكون فيه إساءة وهتك لحرمة المعصوم. إحنا الضابطة المهمة أن لا يكون هتك مو أو إساءة لحرمة المعصوم. نعم، جوابكم دقيق جدا. وممكن نضيف إليه، ممكن نضيف إليه أن الإنسان أن يعمل بتكليفه. نعم. ولا علاقة لي بما يعمل الآخر. مو تكليفي شي يقول، تكليفي يقول يجب رعاية تعليمات الصادرة. تكليفه هو إذا هو خالف تكليفه الشرعي شنو علاقتي به؟ نعم. أنا وظيفتي أدي التكليف مالتي. صحيح. مو بغض النظر عن الآخر قام بتكليفه أو لا. من الأمور المهمة أنه رعاية التكليف. أكيد. إحنا مما يؤسف إليه بعض الحالات نلاحظها قاعد يصور وعايف تكليفه الإنساني. مثلا إنقاذ نفس محترمة واجب. صح. على كل إنسان إنقاذ النفس المحترمة. أكيد. طبعاً كلهم بحسبه، هو عايف إنقاذ النفس المحترمة إيش قاعد يسوي؟ دي يصور. هذا من مما يؤسف له لحاظ هذه القضايا وهذه منتشر. الحالات المنتشرة. لا، من نشرة يفتخر به. يتم كانوا صور روح نقله. واحدة من تكليفنا إصلاح ذات البين، يعني مشاكل بين اثنين. أكيد. ويقعد يصور. صور. يعوف تكليفه اللي هو كون يقرب وجهات النظر. مشكلة. ويمنع. أيوة. أنه الحدوث الشجار أو الضرب أو كذا، هو يطلع الموبايل ويظل يهتم بالتصوير. هذا أني لعله من أبرز ضوابط استخدام الموبايل. أكيد. أو كاميرا الموبايل. كاميرا الموبايل. وش ما تكون هي كاميرا؟ إذا بنية أبوها ما يقبل الصور، هي بكامل حجابها، والدها ما يقبل أن الصور، حرام عليها الصور لو حلال برأيك؟ حرام. حرام. ليش؟ لأن أبوها ما يقبل. أبوها ما يقبل. زين. إذا هي بالغة رشيدة وبحجابها الكامل يجوز إلها لو ما يجوز؟ يجوز إلها. زين. وأبوها ما يرضى؟ أبوها ما يرضى إذا كان أكو مثلاً متعلقات أو شغلات، يعني أبوها ما يريدها تطلع مثلاً المكان اللي بيه هي. زين. يعني أدي إلى ضررها. ضررها. زين. يعني من ناحية أمور يعني اجتماعية. أمور اجتماعية. زين. زين. طبعا هي يجوز إلها أن تصور ما لم يستلزم محرم آخر من جهة أخرى. يعني شنو من جهة أخرى؟ أن لا تكون بالحجاب، أن يؤثر على سمعة البنت،
أن إذا يأثر على سمعتها في المنطقة هذا حرام خو. صحيح. مو إظهار بالبنت زين. بس بحد ذاتها يصير الصور ولو ما يصير يصير. لكن لو علم الأب أن بنتك قاعد تصور وتأذي وهذه الأذية الأب شفقة على البنت. أذية الأب حلال لو حرام؟ حرام. حرام. فمن هاي الجهة شي يصير عليها التصوير؟ لا يجوز عليها التصوير من جهة لو علم الأب وتأذى الأب وأذية الأب ناشئة منين؟ شفق عليها حبا بيها بالفعل. يشفق عليها مو الأب يعني سريرته مو نظيفة باتجاه البنت بالتالي من هاي الجهة ما يجوز إلها التصوير. إذا تريد تصور إما أن تحرص على عدم علم الأب أو بعدم التصوير أبدا. واضح؟ واضح سيد. يعني بحد ذاتها يصير تصور ما لم يستلزم محرم آخر حجاب كامل مو؟ أي نعم. حشمة أن لا يؤثر عليها اجتماعيا فبالتالي من هاي الجهة وأن لا يؤدي إلى أذية الأب. واضح شيء. واضح سيد. طبعا حتما لا يجوز التصوير إلا بإذن صاحب المكان أكيد. خصوصا إذا كان مسجد نشوف إذن المتولي ولا يزاحم وقفية المسجد ولا يعطل المسجد عن وظيفته. هسه عنوان أعم الأماكن كيف نتعامل مع حصول الموافقات الرسمية؟ سيدنا إحنا بهذا المجال إحنا نحترم الخصوصية إذا قال مو راضي سيدنا مرات نعم. الخصوصية تطلع عن عن المهنية مثلا أنا بالشارع جيت أصور عندنا برنامج استقصائي فجاء نصور المشروبات وهاي الأمور فأجى منعنا أبو الشرطة الاتحادية زين إحنا مرات نريد ناخذ معلومة ليش منعتنا فناخذ كاميرا بس ما يدري إحنا جاي نصور زين هاي واحدة من العتب زين فسألناه السبب قلنا له ليش ما تخلينا نصور قال إذا يطلع هذا التصوير أنا باشي ينقلون للموصل زين يعني اكو زين. تعاون احنا ما نعرف شنو الموضوع احنا صورناها اخذنا هاي الكلمه وطلعت عندنا بالجو بس سوينا غيرنا صوته حتى لا يتاذى هو الشخص بالي ووجهه خفينا زين بس اخذنا المعلومه المنعه يعني اكو ناس مثلا ساند هذا الموضوع فهو قال لك اذا يطلع هذا التصوير انقل للموصل زين ومرات اجتهادات من القوات الامنيه وبالاخص الاتحاديه يمنعك من هواي تصوير هواي امور يعني ما لها شغل انا اصور بالشارع تيجي تمنعني مثلا انا عندي مرات عندي برنامج انساني ادي اوصل هاي المعلومه للناس وهذا البيت الانساني موقف يم انا يقول لك كتاب عمليات بغداد سنه كتاب عمليات بغداد احنا ندري به وهم نفسهم يخشون يقول ماكو كتاب عمليات بغداد فيصر بان يمنعنا من التصوير زين فعلا فعلا احنا نحترم الخصوصيه فيما لو كانت فعلا خصوصيه مو خصوصيه بل يعني أحسن. طلع من العتب شخصيه صارت اجتهادات شخصيه بل. أو موافقة للمزاجات الشخصية قد تكون في بعض الأحيان. ومرة منعتن سيدنا دخلنا العفو أهم برنامج استقصائي دخلنا للعفو الملاحي. لأعوذ بالله. إن نشوف الناس شنو الموجود جوا. نعم. لقينا يعني الأعمار متفاوتة، لقينا شخصيات. لأعوذ بالله. من نشوفها بالشارع لا. ما لها تحية بس هي داخلة في هذا المكان. ما لسه. فهاي صارت شلون إحنا نيتنا. نوصل شنو موجود بال طبعا الحكم قصد العمل ونيته إيه؟ اذا كانت نيه العمل مشروعه طبعا مع تجنب النظر الى المقاطع او النظرات اكيد نعم لا حتى النساء الموجودات خفينا وجوههم بالتصوير يعني سوينا عليهم فوكس ومشت لهم مثلا عفوا سيدنا طالعنا صور وبمكان بشارع عام زين واجاني منتسب انطاني موافقه هذا المكان أصور زين بعدين إجا الضابط قال ممنوع هاي بعد ما كملت تصويري زين بهيج حالة مرات طبعًا يعني طبعا إذا كان الشرطي مخول فأنت من حقك التصوير وتصويرك صحيح إذا كان الشرطي ما مخول أنت أخذت إذن وموافقة مين من جهة المنتسب. ما مخولة لا تفتهمني إيه يهب الأمير ما لا يملك يصير لا بالفعل ما يصير ما يصير فإذا كان هذا الشيء المنتسب اللي انطاني الموافقة فعلا هو مخول وجهة قانونية مخولة بإذن التصوير تصوير شبي ما عندي مشكلة والضابط إذا حكى معناه تعتبر مزاجيات من الضابط مو
ولا عبرة في كلام الضابط. إذا كان لا المنتسب مو مخول والضابط هي الجهة المسؤولة عن التخويل، فكون علي شرعا شنو؟ أتلف المادة، يعني ما لي حق أتصرف فيها إلا بعد استحصال موافقات رسمية، لأن مو شرعا مو من حقي أن أصور إلا أن أحرز رضا صاحب المكان. واضح؟ واضح. مسألة حكم جلسات التصوير للنساء اللي دا تنتشر ونشرها على برامج التواصل الاجتماعي، إذا كانت تشير إلى صاحبة الصورة، يعني هذا التصوير وهي كانت بدون حجاب وموجبا لإشاعة الفساد كما هو الحال في أغلب هذه جلسات التصوير، ابتذال وإثارة فتنة، إذا كانت كاشفة عن صاحبة الصورة و منافية وفيها إشاعة للفساد أو إثارة الفتنة، أو كان موجباً أو مخالفاً للواجب، منافياً للواجب من مراتب النهي عن المنكر، لم يجز التصوير لهذه الجلسات حتى وإن كانت بدافع مادي. دائماً المصور لا يستحضر القضية المادية، بل يغلب القضية. لابد أن تقوم القضية الشرعية في مكانها ويمتنع عن ذلك التصوير. الدين المعاملة، هل يمكن ذكر مصاديق تجسد مصداق الدين المعاملة في مجال مهنة التصوير؟ يعني مصور خوش آدمي، شلون أقول هاي مجموعة مصاديق لتجسد مصداق الدين المعاملة في مجال التصوير؟ نحن المشكلة التصوير سيدنا مرات تلقى مصور محترف مصور مهني، بس تنقص أكو هواي سلبيات أخلاقية، بس مرات تلقى العكس. زين، إذن أول مصداق أنت قاعد تقوله هي المهنية، حتى أقول عليها مهنية، كوني أدي مهنته بكامل الدقة. صح. ثاني قضية أن يتمتع بأخلاق. أخلاق، وقلت لك مرات مفقودة من الطرفين. اثنين هن ما يفيدني. إذا مصور أخلاقه جيدة وما يعرف يصور ما يفيدني. هاي مشكلة. والعكس كذلك هم ما يفيدني. هي هاي المشكلة. إذن. وأكو تلقى الاثنين بي. من المصادق أيضا أن يهتم باختيار مضمون المادة اللي يصورها، يعني أنه إذا مادة فيها نفع، خدمة للناس، خدمة للمجتمع، بالتالي هو يبحث عن هاي وشنو ويهتم فيها ويبتعد عن الأمور المحرمة. حتما هذا من أبرز مصادق الدين المعاملة في مجال التصوير. زين سيدنا، اكو مشكله الان، يعني انا بحسب خبرتي في مجال انه هواي اكو ادي التقي ببعض الشخصيات، وانه من اريد اشتغل كفيلم وثائقي على بعض قراء القرآن. يعني مو القران، لا قراء الرواديد والمنشدين، اغلبهم يستخدمون يعني موسيقى، واغلبهم يستخدمون انه يحولون الاغنيه الى اسمه زين نوع من العزاء. نرجع لنفس الضابطة، نقارن بين اللحن كان غنائي لو مو غنائي. زين، إذا أنا أقول ما أعرف أميز بين اللحن غنائي واللحن مو غنائي، ما أعرف الأصل الحلية لو الحرمة برأيك؟ سيدنا أنا أعطيك إياها بصراحة، أكون واضح. أنا عندي شخص صديق إلي، يعني هو عنده استوديو، يقول أنا يجيني القارئ أشيل نفس اللحن مال الموسيقى أنطيه إياه له، ويجيني اللحن الغنائي، نفس الغنائي، ويجيني المطرب أشيل له نفس هذا اللحن أنطيه إياه. نعم، إذا استخدم نفس اللحن الغنائي هو حرام. طبعًا حرام. هو الشخص هو يقول لك أنا موزع، أنا بالنسبة لي أنه أريد استفاد. المشكلة أنه هو القارئ لازم يكون عنده دراية، أو يرجع. غير أحسن. يرجع أحسن. للحوزة أنه على مود أنه يتبين على مود لا يقع في الخطأ، أو يرجع إلى المختصين يميزون هذا اللحن غنائي لو اللحن مو غنائي، بالتالي هذا حلال هذا مو حلال. تم. مو؟ إيه. هو هذا اللي إحنا نريد، أنه هنالك أكو تباين وأكو اختلاف عند المجتمع
العام انه ما يعرف المجتمع ما يعرف ما يعرف المختص يعرف وحتى ماكو برامج تلفزيونيه انه توعي الاخرين على هذا الجانب تقول له هذا لحن غنائي انتبه احذر من عليه يعني اغلب حتى الخطباء وكذا يقول لك انه ما اتدخل بهيج مجال ولو هو هذا مهم يعني هذا مهم انه المجتمع يحتاج انه شخص يوعيهم هذا حرام هذا حلال على مود لا يقع في الخطيئة هذا اللي نريده احسن واحنا واجبنا كمخرجين مرات نبين في بعض برامجنا لكن هو هذا احنا اهميه انه الشارع العراقي يكون ماشي على الطريق الصحيح اكو ادوات اني اشتغل بيها لصالح الجهه او المكان اللي اعمل بيه يعني هذه الأدوات ممكن أنه أستخدمها استخدام شخصي من خلال العمل استخدام شخصي إلي أو الأحد الزملاء يعني مثلا يعني أبسط شيء مثلا أنه غاز الجداحة هذا هو موجود أنا أستخدمه داخل العمل مادتي وممكن أخذ من عنده واضح أستخدمه للاستخدام الشخصي إلي هذا الشيء هنا أنه هو شيء بسيط بس انه هل هو انه يدخل ضمن الحلال او الحرام شرعا او هيك شيء السؤال هذا جوابه قريب من السؤال الاول تمام هم الجهه الاداريه المخوله تسال انه هي تعطيك الاذن اي لكن في الغالب ما تسمح الجهات الاداريه باستخدام شخصي جهاز الحاسبه مالتهم مثلا كاميرا مالتهم مثلا اجهزه اضاءه الى اخره من ذني الامور بالغالب هي ما تسمح لانه بعض القضايا والاجهزه لها عمر معين بالضبط. بالتالي انت قاعد تاخذ من عمرها تستهلك من عمرها في امر شخصي وليس في امر العمل المكلف به او المتفق عليه ان انت مكلف في الغالب ما يرضون لكن القاعده والضابطه تقول هم نلحظ الجهه الاداريه المخوله نسالهم تسمحون بها ونعمل ما تسمحون يمتنع الإنسان وفيما لو كان مستخدمهم فيما سبق وطلعت ما تسمح شنو تكليفه برأيك شلون يبري ذمته صح شلون برأيك لازم أنه تسأل يعني هسه قالوا خنرضى وأنت كنت سابقا مستخدمهم شو تسوي برأيك لازم ترجع تسأل لا أو تأخذ الإذن أو ما قبلوا لازم تدفع كفارة لمن تدفعها للمسكين أو فقير أو هيك لا إلهم أنا مستخدم كاميرتهم مثلاً استخدام شخصي أقدر إيش كثر هذا الاستخدام إلى قيمة مثلاً إيجار الكاميرا بهالقد رقم استخدمتها لمدة 8 ساعات 9 ساعات أقدر هذا أنطيهم إياه قدرت أنطيهم إياه بها ونعمت إذا كانوا موجودين وأعرفهم إذا ما كانوا موجودين شون أبر ذمتي هو هنا نهم أنت شو تقول هو لازم أنت تدفع فتشي كفار ممتاز تصدق بهذا المقدار نيابة عن أصحاب الشأن مثلا القناة ماكو طلعوا غادرة انتهت القناة مثلا أنا في متعلقاتي ذمة مو بالضبط. أبري ذمتي إلى فقير متدين بإذن المرجع بالتالي أنه أصدق أنه إن شاء الله تبري ذمتي وأخلص من هاي المسؤولية المتعلقة بالضبط لكل اختصاص إلى رسالة أكيد. كيف تعرف رسالة المصور؟ أهم رسالة هي رسالة المصور رسالته شنو؟ رسالته حسنا مثلاً أريد أوصل رسالة هاي المنطقة محتاجة موضوع مثلاً خدمات أو فد شيء زين فأنا المفروض أوصل هاي عرض الحقائق زين لا تحريفها زين كما هي هاي أول قضية عرض الحقائق لخدمة المجتمع زين بعد وما أصور أشياء مثلاً أحسها صح جزء تفيدني سمعة مثلاً شهرة بس أنا أذيت ناس بها هواية هاي مبتذلة وتعبانة ما بيها كل فائدة جميل بالتالي أغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية نشر الثقافة بين الناس أكيد. هاي من رسالة المصور أكيد. يوم اللي محاضرات علمية أو درسية أو دينية أو أخلاقية وأكو مكان مرات لازم أنطي هيبته وأنطي حتى باللقطة مالتي أنطي هيبته وأنطي شموخة أنا ما أبتدل بلقطات تعبانة أحسن. أوصل للناس بأن هو هذا شوف مكان هذا تعبان لا بالعكس أنا المفروض ألمع صورة المجتمع بأنه يستحق التلميع أحسنت تصوير المجالس الدينية والمحاضرات والمواكب حتما له لذة أكيد كيف أكيد. تصف لذة هذه الطاعة أنت واقف وراء كاميرا وقاعد تصور مسيرة الحسين عليه السلام
يعني أو مسير الناس للحسين. يعني هسه إحنا كل سنة الحمد لله وشكر زيارة الأربعين موجودين بها يعني 10-15 يوم. من تنصب كاميرا ويجي الزائر يمشي يعني منشوف كاميرا ويشوفك مهتم به راح يصير لحتى واحس بالمشي. أنت اللذة مالتك نصبت كاميرا لزيارة الأربعين شيء، وأنصب كاميرا لبرنامج عادي شيء آخر حتما مختلف. أكيد. كيف تصف هاي اللذة؟ اللذة سيدنا هي ما تنوصف طبعا، ما تقدر تعبر عنها وتعبر عن الشعور والراحة النفسية اللي راح ترتاحها من الصور هذا الموضوع. حتى إذا تتعب، حتى إذا تضل ليل ونهار الصور بهذا الموضوع، أنت تحس أكو أجر وأكو منفعة به. ولعله وظهار صورة ومن ضمن يعني ظهار الصورة الحسنة للزائر. أنا ما راح أخذ زائر مثلا عنده سلبية وأحس بعد الباقي، لا، أخذ الشيء الإيجابي. بالتالي من تستشعر أنه أنت في خدمة سيد الشهداء عليه السلام تقدم غير ما تقدم. قبل تصور، قبل تطلع تتوجه لتصوير، هاي نيتك موجودة. ربما الكثير إحنا نسمع من المصورين يقدم أكثر مما لو كان برنامج اعتيادي. برنامج اعتيادي تقدر توقف ورا الكاميرا 5 ساعات ربما أكثر من هذا. والله العظيم وش قد ما تشتغل ما تحس التعب. شكرا لله. لو ليل ونهار تشتغل بموضوع خدمة الإمام الحسين ما راح تشعر بتعب، لأن تحس بأكو نتيجة. شكرا لله. ورضا من الله. شكرا لله. شنو رأيك بحكم تصوير مساعدات للفقراء؟ يعني مساعدة، واحد قاعد يقدم مساعدة وطاقين صورة أو مسوين فيديو وقالوا قدمنا مساعدات إلى الجهة الكذائية. شوف سيدنا، بادئ الأمر هذا الشيء أنا خايف به تجربة يعني مع أستاذ قاسم. بالبداية قبل لا أخذ التجربة كنت أنا ما يعني ما قابل على هذا الموضوع، أقول إنه موضوع تشهير ومن هذه التفاصيل يطلعون وجه أي. وهذا بس هذا الموضوع إحنا كحكم يعني قناة تلفزيونية سوينا برنامج بوقتها نفس هذا الموضوع، إنه مساعدة الفقراء. بس بالتالي لمست شيء أحسن، إنه إحنا من كنا نصور هاي العائلة أو هذا الفقير كانت خلال العرض مال الحلقة من خلال السيج نخلي رقم الهاتف مال العائلة، وهذا كانوا يحصلون مساعدات ضخمة ومهولة. شكرا لله. فيعني من عدها اللي هي المرض كانوا يحصلون مساعدات مستشفيات أو من خلال الناس اللي تتبرع. فهذا الموضوع إنه أنا ساهمت من خلال التصوير مالتي ومن خلال نقل معاناة هذه العائلة أو هذا ممتاز. أول قضية، الله يبارك في كل جهود كل من يقدم خدمة للفقراء والمساكين، مو؟ أكيد. الحكم الشرعي التصوير بدون إظهار وجه حتى أنه ما يوجه مثلاً، أو مثلاً يفوكس الوجه أو يضعف ما يبين الوجه بدون إظهار الوجه، ها؟ وللتشويق على المساعدة، يعني الناس أكو ناس من يشوف الناس ده الساعد هو شبيه هو هم يشجع على المساعدة طبعاً أكيد حتى يساعد. وأكو قضية لحاظ ثالث اسمها التوثيق. التوثيق ليش؟ لأن أغلب ذني حالات التوزيع مين؟ من متبرعين، حتى المتبرع حتى يثق يطمئن. بالضبط بالضبط. فإذا كان متبرع وتوثق للصورة واية تنقل وتختلف ويشجع مرة أخرى يكرر التوزيع حتى يتبرع بعد. فبالتالي إذا كان التوزيع بدون إشارة إلى صاحب الصورة وللتشجيع على المساعدة، يعني قصد موريا حتى يقولون علي خوش هادي، بالضبط، وللتوثيق حتى يطمئن المتبرع، أكو بي إشكال شرعي؟ لا بالضبط. لا طبعا ينقلون قضية الناس يقولون صدقة السر أفضل، أنت شو تقول؟ هو إحنا بالوقت الحالي بهذا العصر اللي دا نعيشه إنه انعدمة الثقة، فإحنا نرجع المشكلة إنه انعدام الثقة. فقهيا صدقة السر أفضل من صدقة العلن؟ طبعا أفضل أكيد. هذا مشهور مو صحيح، ليس صدقة السر مطلقا في كل الأحوال أفضل من صدقة العلن. سيد السيستاني الله يحفظه في بعض الموارد يذكر أن صدقة العلن أفضل من صدقة السر، وهي اللي قاعد نحكي بيها. أنت اللي ذكرتها من كثر ما الظهرون مساعدات للفقراء صار تشجيع على حتى الناس تتبرع. وش قد قدموا ناس تقول مساعدات؟ طبعا أكيد ناس تغير حالهم من حال إلى حال آخر. فضل منه؟ هو فضل الله سبحانه وتعالى بالأول، فضل لله ولصدقة العلن. صح، واضح؟ صحيح. هل لديكم تواصل مع المرجعية لمعرفة الحكم الشرعي؟ يعني اليوم هي المرجعية خيمة للجميع. خب أكيد، هو إحنا عندنا فقه التصوير مثلا بالي كل المراجع، وكل المراجع تقريبا
يعني متشابهة بأمور التصوير و... إذن نرجع وأحكام. اليوم نرجع كيف نرجع؟ السفرة مع الطعام ناشرين حتى يشاركون أهلهم الفرحة. شنو رأيك حكم نشر صورة جلوس على المائدة؟ شخصياً أنا يعني هاي أحياناً في جروبات خاصة جروبات عائلية وفشي تكون مقبولة وما بيها إشكال زين على وسائل التواصل على وسائل التواصل الاجتماعي هم بيها جانبين زين يعني جانب الألفة والوليمة لطيف موجود. لطيف أنا هذا موجود لطيف يعني وهناك العديد من الروايات المقبولة عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمعصومين الجلوس على خوان من واحد المائدة وآداب للمائدة نقراها في بعض المسائل الأطعمة والأشربة بالي. نعم بالي. هذا موجودة يعني بالرسائل العملية للمجتهدين بالي. موجود هذا الشيء. أما قضية اللي ذكرتها التفاخر مثلا شيء آخر من هذا القبيل اللي يدخل به نوع من الرياء التباهي هذا طبعا بأحكام قد تكون غير مشروعة. أحسن هو يعني نقول يجوز في حد نفسه بحد ذاته نعم. جائز نعم. إلا أن يقع محظور المحظور شنو ربما الرياء نعم. لا قدر الله نعم. ها؟ أو لا قدر الله أيام المخمصة أيام المجاعة الناس مثلا في حالة جياع مو أي. جوع وأنت تنشر لهم صورة مائدة كذا فبالتالي هاي إلى غير أثر مقبول تقريبا أثر سلبي وأذى سلبي تأثر على نفوس الآخرين الأضرار بالآخرين خو حتما حرام صح. فبالتالي بحد ذاته تنشر صورة ماكو مشكلة نعم. إلا أن يستلزم حرام من جهة أخرى يعني فيها بعض الضوابط بري بري حسنت نعم. مسألة كثير ما نسأل واليوم بينا بعض القضايا المحرمة للمصور عليه أن يتجنبها ويمتنع منها ولا يجعل الدافع المادي سبب في قيامه كيف يكفر المصور عن تصويره للمتبرجات وللأمور الخارجة عن الحشمة وعن الأخلاق عليه الاستغفار والتوبة والعود إلى الله سبحانه وتعالى وعدم فعل ذلك فإن شاء الله تعالى تبرأ ذمته مع تحقق الاستغفار وشروط التوبة. وفي الختام على المصور أن يقتصر على تصوير المباحات ويبتعد عن المحرمات ولا يجعل الربح دافعاً له للقضية المادية دون لحاظ القضية الحل والحرمة وليتذكر قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.